السلام عليكم. طبعا لان ذا سيفتي كام فيرست هنتكلم عن لاب سيفتي. في تيبس لو التزمت بيهم هتأمن نفسك وتبقى في السليم. بص يا سيد، اول حاجه قبل ما تدخل المعمل لازم تكون لابس لاب كوت، طبعا يكون مقفول، ومش هننسى البنات شعرنا او طرحتنا جوه البلطو. كمان تلبس جلافز وتتاكد انه مش مقطوع. عشان تحمي عينك لازم تلبس لاب جلاسز. واخيرا الشوز تكون مقفوله وفلات، ما ينفعش تلبس حاجه مفتوحه، وبالنسبه للفاشونيستا الهاي هيل ممنوع. تاني حاجه، في حاجات ممنوع تعملها وانت في المعمل، زي مثلا ممنوع تستخدم الموبايل، وممنوع تاكل او تشرب اي حاجه في المعمل. كمان ممنوع تسيب الدنيا مكركبة على البنش، وممنوع تشم أي كيميكال. وأخيرا ممنوع السموكنج جوه المعمل، مش عشان ضرب الصحة، لكن بكل بساطة ممكن نولع كلنا. دخلنا المعمل خلاص وعرفنا ايه اللي نعمله ايه اللي ممنوع، نشتغل بقى. بص يا سيد، تفحص الأدوات كويس جدا قبل ما تشتغل بيها، وتتأكد ان ما فيهاش أي كسر أو شرخ. لازم تكون مركز جدا في اللي انت بتعمله، وما تسيبش التجربة مع نفسها وتروح ترغي. شفت يا فخر الاهلي عمل ايه؟ خدنا الدوري. دوري ايه يا سيد؟ ده الزمالك واخد بطولتين ورا بعض. بس خلاص، احنا ممكن نأجل النقاش الكروي العظيم ده بعد ما نخلص. نرجع تاني، لازم نعرف طبيعة المواد اللي بنشتغل بيها. فمثلا لو كانت توكسيك او كورسيف هتشتغل بيها تحت دولاب الغازات، ولازم نتجنب اي اكسبلوزيف ميكتشر. طب بعد ما اخدنا كل الاحتياطات دي، لا قدر الله لو حصلت اي اصابه هتتصرف ازاي؟ لو اي فيبرز دخلت عينك هتستخدم الاي ووشر وتغسل عينك كويس جدا. طب لو في اي انجريز هتستخدم الاسعافات الاوليه. انما لو حصل بيرنينج كلوزنج فحضرتك هتروح فورا على الشاور. وطبعا مش محتاجه اقولك يا سيد انك لو ملتزمتش بالتعليمات دي هتبقى كده.